سلمى تجي دايره لا دروات نسبق انا ومن بعد هي يا اخي خاطرش انا استاذه تعطي لي هنايا كاين هادو ما ملي نلقاو فيهم طريق الثانوي الطريق الثانوي دائما نلقاو ترك الاولويه ولا اشارات قف تكوني تمشي صيبي في طريقك ترك الاولويه ولا ستوب معناتها نحبسو تعرفي وحدك باللي راكي في الطريق الثانوي يا اخي معناتها نحبسو نخلو اللي عندهم الحق يجوزو الطريق الرئيسي ولا الطريق المضمون ومن بعد احنا نخرجو هكذا انت كي تكوني تمشي في الطريق راكي رايحه تصيبي على بعد 150 متر اشاره تنبيه لتنبهك على وجود ترك الاولويه في هذه المسافه معناتها كي تلقاي ترك الاولويه على بعد 150 متر انت وحدك تعرفي باللي راكي في الطريق الثانوي راكي خارجه الطريق الرئيسي ولا الطريق المضمون تبداي تنقصي ديغرادي في السرعه تاعك وفي القوه تاعك راكي رايحه تصيبي ترك الاولويه اللي يقول لك توقفي تركي لهم خلاص فقدتي الاولويه عطي الاولويه للطريق الرئيسي ولا الطريق المضمون صافي هنايا ترميها بوموغ تعاودي ديري بريمير اشاره تاع الاتجاه تاعك وتعاودي تجوزي احنا عندنا اشاره قف ولا ترك الاولويه يعني شهاده وفاه لازم علينا نحبسو اللي بيري الطريق تاعنا ونخرجوا بامان وسلامه عندنا كيف كيف ستوب نصيبوا اشاره تنبيه اللي تقول لك باللي عندك قف على بعد 150 متر معناتها تجي قبلها تنبهك باش انت تبداي تنقصي في السرعه تاعك خاطرش كي حتصيبي قف وقف معناتها نحبس معناتها ندير الماكي ستوب تاعي شهادة وفاة ندير ملزومة شهادة وفاة تخرجي يجي واحد ما عندك الحق لا في لاسيرونس وبالك يكون حادث كبير اللي كان جات على الطوموبيل معليش بالك تولي انت الفوتي تولي انت تخافي تسوقي حتى لو تجيك ضربة غير صغيرة تولي تخافي تسوق فهمتي هنا تقدر زعما ترانتي من بعد تجوز وهنا جو الاوبليغاسيون انك تحبس شوفي هادي وهذه مش قبل يكون على بالك هذه تقول لك عندك ترك الاولويه ترك الاولويه واش معناتها هذه سيرتو سيرتو نصيبوها كي نجيو خارجين من لافيل لوطوروت ترك الاولويه تقول لك لي بيري الطريق تاعك الا كنت كان هذاك السيد اللي راكي تشوفي فيه بعيد عليك تقدري تخرجي بصح لو كان يجي تولي ستوب فهمتيني بصح هذه تقول لك لازم مجبوره تحبسي ما تسنى لا بعيد عليك لا قريب عليك فيكون على بالك من قبل بلي حتحبسي وهذه اي تنبهك على وجود ترك الاولويه وهذه راهي تنبهك على وجود ستوب يا اخي هذا يقول لك طريق مضمون يعني راكي في الطريق مضمونه جوزي كيفاش عرفتي الطريق المضمون تلقاي باللي لو كان يكون يديروا الاخرين ستوب فهمتي عطاو لك المضمون خاطر مضمنو لك الطريق ما فيها حتى حاجه تجينيك فهمتيني وهذه لالا يقول لك نهايه طريقك ولات نهايه المضمون بعد صيبي موراها الاخرين هذيك ستوب هذه الى لقيناها وحدها معناتها نديرو اولويه لليمين الى لقينا كاش اشاره راهي تبدل لنا في البروغرام تاع القاعده تاعنا كيما هنايا لقيناها مع ترك الأولوية على بعد 150 متر وترك الأولوية على بعد ترك الأولوية احنا مادام لقيناها على نهاية طريق مضمون على 300 متر ولقينا ترك الأولوية على 150 متر ترك الأولوية شوفوا واش عطاونا طريق مضمون فقدوا لنا هنا الأولوية وعطاوها لنا هنا شتي هنا لالا هنا حطوها لنا مع البلاكا تاع ستوب واش قالوا لنا نهاية طريق مضمون على 300 متر وعندنا ستوب على على 150 متر وعندنا تحبس تسمى هنا شهادة وفاة نحبس مرغومة ملزومة نحبس عندي مخالفة لو كان نخرج بلا مخالفة الأمان ليا وهنا عطاوني الطريق المضمون ها هي الطريق المضمونة هنا كيفاش تجوزوا تجوزوا في زوج مع بعض خاطر ما كان حتى واحد أو داير إشارة حنايا زيد لكم حاجه واحده اخرى حنايا مادام عندنا قف معناتها هنا راني رايحه نصيب زاويه قائمه هادي ركزوا عليها هادي ما يعطوها لكمش بزاف ما يديروش ملاحظه عليها